أهلا أعزائي المشاهدين، في النهاية أي باب بتختار، أي طريق بتختار، أي حياة بتختار، أي قرار بتصنعه اليوم، كل شيء بتصنعه اليوم بيأثر بحتم على مصيرك وعلى أبديتك. الباب الضيق يمكن تشايفه لمرحلة ضيق، لكن تخيل لما بتفوت السماء شو البهجة والفرح. الباب الوسيع أنت مش شايف أنه بعد فترة معينة في انزلاق، ولما بينزلق الإنسان لا رجوع إلى الوراء. اختر المسيح، اختر الحياة الأبدية، اختار السماء، اختار البركة، اختار الخير، اختار الحرية الحقيقية، اختار النعمة، واختار يسوع المسيح. الرب يباركك.